عن النهر الذي أخذ موسى بشارة قبل أن يكمل رسمة رامي جالسا يقضم التفاحة الحمراء، لأن الناس يمكن أن يموتوا قبل أن ينهوا أعمالهم. أنا بعتبر نفسي يعني وقعت بمرجل الأدب والكتابة من أنا صغير. ما بلشت أكتب دغري، بس كل شيء كان دافعني بهالاتجاه. وقعت بالمرجل مثل ما وقع أوبيليكس بالبوسيون ماجيك، وبالأخير وصلت على المرحلة الثانوية. كانت علاماتي بالمواد العلمية ممتازة، امترحت على الأدبي، عملت فلسفة وعملت أدب فرنسي حبا بشيء بلش يتوضح يعني تدريجيا، حبا بالخيال الأدبي بالفيكسيون. وانتقلت من مستهلك لمنتج إذا فينا نقول يعني ليبول بعمر متأخر، وبعتقد هالبداية المتأخرة منيحة، ما بتخليك تكتب أشياء كتابات الصبا يعني اللي بتندم عليها أو بتصير تستحي فيها بعدين. ولا عاد أحد يقف أمام هرتش ليتصور مبتسما. ستقول له أن والده لم يسافر إلى الجوادلوب، بل هو مقيم في بيروت، وهي تخاف دائما أن يرسل أحدا ليخطف منها رامي. يعني لبنان بلد متحول، وخصوصي بالقرن العشرين تريفت المدينة وتمدن الريف، يعني في صار تحولات اجتماعية كثيرة، وفي الهجرة جزء من تركيبة الشخصية اللبنانية. أنا برأيي وجا الأدب يعبر عن هالشي، خصوصي الرواية. وبالطبع الحرب كمان صبغت الصبغة اللبنانية بشيء إضافي، وفينا نقول في شيء اسمه الأدب اللبناني. يعني أنا ما بحب كتير شد عليه على هالمفهوم، بس موجود بهال توليفي هاي اللي اسمها لبنان. أنا بجرب أتفادى الاستعارة، بس بتلحقني، لأنه ما فيك تكتب عن بلد، عن إطار واقعي. ما فيك تكتب عن بيت لبناني إلا ما تكون هذا لبنان. يعني هذا شيء منه فيه، يعني الاستعارة بتفرض نفسها على البيت إنه هذا التركيبة اللبنانية. بتعمل رواية عن قهوة حد النهر، بيطلع إنه هذا لبنان على تقاطع طرق أو شيء. يعني كيف ما برمتها بدأت توقع بالصورة. بتذكر باستمرار جورج شحادي بيقول إنه ما فيك تكتب عن بطل إلا ما تحبه، تكون في تعاطف بمكان ما مع شخصية شو ما كانت تكون. ما فيك تهرب من الشخصية ما تكون بتشبهك. من بدك تجيب لها؟ من بدك تجيب لها الحشوة؟ من بدك تجيب لها العدة؟ من بدك تجيب لها الحكي؟ من بدك تجيب لها الأزواق؟ منك. ممكن تسمع تفاصيل يمين شمال، بس الأساس من تجربتك المعيوشة، مشان تصير يعني جزء من التركيبة الخيالية. يعني في بالأدب الروائي باب أسطرت بين هلالين، التافه العادي، يعني الهامشي بيصير بطل بالرواية، هذا سأره الوحيد. أنا بحتاج عند بداية كل رواية لتفاصيل أو تفصيل أو تفاصيل محفزة، بس بيطلع بالآخر بتكتب وهالتفصيل بيصير بالهامش ما بيعيد. هو بس كان التوليعة. أنا هيك ببلش. هلأ هي التوليعة بتاخدك، بتصير أنت ما بدك تعمل تقود المركب المتلاطم بين الكلمات والعبارات. وأنا بفكر كيف بدي أخلص بالكتابة بالجمل أكثر ما بفكر كتير يعني بكل حال هي عملية ملتبسي ومتكاملة، أنك أنت تهتم بما تكتبه ككتابة كأسلوب، وبذات الوقت تضل عينك على شو عم تكتب. يعني
الإطار العام للشيء اللي عم تكتبه، بس أنا عقلي بالتفاصيل أكثر منه بالصورة العامة. صرت بوقت ما أترك نفسي عمديها، يعني أكتب أرجع أقرأ تأرتاح أنا للمكتوب تأتبني. وصرت عندي شو بدي أقول، عندي يعني ديتكتور شيء بيلقط مش الغلط، السماجة، التكرار، الإضافة، يعني صرت بعرف نظف النص كتير، وهالشي بيجي من طبيعة، ما كل الناس عندي هاي. أنا طلعت يمكن حكويتي إنه بعرف خبير، والقارئ بيروح معي باللعبة، فصرت اتكل علي على حالي، يعني على ذائقتي، على يعني انسياب النص في نفسي، وهذا المعيار الوحيد، وهذا المعيار الوحيد بكل الأعمال الفنية. على كل حال ما فيك تستأجر ذائقة من حدا، يعني ولا فيك تعمل تنقل ولا تطبق شيء موجود. انت شو عندك بدك تقول، هيدا السينياتور. ستخبره عن دانيال القصير القامة الذي يتكلم الفصحى ويعرف اكثر مما يقول، ويبحث كل سنة مرة عن حجر الفلسفة في اعلى قمم لبنان في فم الميزاب. طبعا يعني انا بخفف كتير شيء اللي اسمه خطاب الرواية، اما ان تجعل النص يقول اشياء فوق الرواية، فوق المروي، فهذا تدخل انا برأيي يعني وقح على القارئ، انك توجهه بالكلام او بما يفترض به يفكر او تحلله الدنيا، بدك تخبره. هذا النوع اللي انت تعاقدت معه عليه، ما بدك توعظه ولا بدك تشرح له. انا بعتمدها يعني يمكن للاخر، انه اخبار خبر. كل روايات العالم، انا بدعي انه كل روايات العالم هي روايات فشل. اللي عنده امثله عن نهايات سعيده يعني قليل كتير. قريت كل التراث الفرنسي بالقرن 19، طلع معي والله روايه لإميل زولا اسمه أوبنور دي دام، بالاخر بيتجوز صاحب المتجر على البياعة الصغيرة، وغير هيدا ما في، كله فشل، اصطدام بالجدران، بتخلص غلط يعني كل ونفسه إميل زولا كل روايته. وبعتقد أنا كمان روايتي منا كتير يعني منا سوداء، بس إنه منا ما فيها أفق زهري جدا. في نوعين، الزارع والمهندس. يعني المهندس بحط خطة وبيطبقها بالرواية، والزارع بيكب وبيطلع هون شوي وهون شوي وهون شوي، بيجمعهم بيعملهم بيكندرهم هيك. أنا أكيد زارع يعني. وعن تقديم الساعة، ساعة صباح أول يوم اثنين من شهر حزيران، وستخبره عن جدته هند ذات العينين الخضروين، وأنه بعد الأب والأم كل الأهل جيران. في تفاصيل حرة مجانية القارئ بده يوظفها، منها موظفة يعني شو بينفع القال انه فلان كان حط عوينات نظارة، لا شو، طالما هالشي ما لعب دور. بس القارئ بيتخيل، بيعيش الشخص اكتر عنده. وفيك انت عم تحكي جد تحكي بخفة، ويطلع التفصيل الخفيف هو اللي بده بالاخير يطغى او ينفجر او تمرق حده.
ما بعرف كيف بدي فسرها، بس هيدي من ضمن الصناعة يعني، ومن ضمن ذوقك. وانت شو بتحب؟ بتحب تكون دراماتيكي، بتحب تكون لاعب ممازح للأحداث، بتحب تكون عبسي، ولا بتحب تكون جدي، يعني حسب. بس على كل حال إذا ما في مزح، ما كمان الرواية ما حلوة بدون إيروني، ما 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 لها معنى. الرواية جدية، يعني جدية بمعنى إنه قبضة جد دنيا وهيك. الرواية بتفكك العالم من فوق لتحت كله سوا، وما بتقبضه جد. هي الرواية الحقيقية أنا برأيي، وما بتقبضه جد، بتتركه على خرابه هيك يعني. ستحكي له كيف اندلعت الحرب فأقفر الدوار، ولم يعد يجد فريد الأعمى من يضرب له على عوده ويغني له مواويل الفراق. أنا أحيانا ببدأ رواية من المكان قبل ما سكن في حدا. أنا بلشت مثلا الحياة الأمريكيان من دراج القطبي اللي بتعرفوها، وكيف السيارات ما فيها تفوت عليها، وتخيلت كيف بيعيشوا العالم كل يوم، ورحت شفت. بلشت من المكان قبل ما أعرف مين ساكن فيه بالرواية، يعني قبل ما سكنت حدا فيه. هالشي حدث معي كمان بعين وردة، إنه شفنا البيت بس بعد ما شفنا مين قاعد فيه، صرنا شوي شوي نعمل الحياة، ندب الحياة فيه من خلال بعض الشخصيات. ببلش من عموما، ببلش من الأمكنة. في يعني في ظروف مختلفة لكل رواية، مثل إنه مثلا مطرح زيران هي كتبتها أنا مثل ما بقولوا غب الطلب، يعني كتبتها لأنه أجمع بعض الأصدقاء إنه بدك تكتبها، إنه إذا أنت ما بدك تكتبها ما حتنكتبها. فكتبتها لأنه يعني سمير قصير وسمير فرنجي وطلبوا مني إنه بدك تكتبها، يعني هي ما معقول تمرق. بعدين شريد المنازل كمان كتبتها لأنه الشخص اللي بطل اللي أنا بيقربني وبحبه كتير وتوفى، شفت ورقة نعوي لقلوب عند المسلمين وورقة نعوي لقلوب عند المسيحيين، خلص روكبت قلت بدي اكتبها بشي طريقة. البقية إجمالا كلهم من أمكني، طبيعة في بيروت، عين وردة، ري النهر، حي الأمريكان، هول الجاذب هو المكان. ولد عودتها عند غروب الشمس سيجلسان ويتأملان صورة أشجار الدلب في صفحة الماء، وكلما هب الهواء ونسر عليهما غزال الحور الأبيض ستحمد الله على هذه الهبة، هبة الحياة الأميرة. فينا نطلع هذه؟